السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة الكرام. اليوم في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى غادي نتعرفوا على هذا الجهاز، هو الترموستات الزد ال 6290 ا. هي ترموستات شبيهة في البرمجة ديالها أو بالخواص ديالها بالاس تي سي 1000، ولكن بالجودة ديال شركة ليلتك. الاخوان هاد الترموستات سهله، كيف يعني كيف الاس تي سي 1000 سهله في البرمجه. الشكل ديالها هو هذا، هنايا المدخل ديال الكهرباء هو هذا الرقم 6 ورقم 7، المدخل ديال الكهرباء اي 220. هنا الاخوان المدخل ديال الحساس في رقم 8، رقم 8 ورقم 9 المدخل ديال الحساس. اما بخصوص المدخل رقم 4 ورقم 5 هو للتحكم في الريزيستونس الحراره. اما بخصوص رقم واحد ايها الاخوان، اتمنى يكون واضح، ورقم 2 هو هنا الخصوص بمروحه التبريد، مروحه التبريد. فالان نمر ان شاء الله المرحلة الخاصة بالبرمجة. بالبرمجة ديال الإخوان كنضغطو مطولا على هذا الأس، يعني باش يوضح المعنى للإخوان، هذا الأس هذه كنضغطو عليها مطولا حوالي 5 ثواني حتى تخرج لنا الاف واحد. هذا الاف واحد إلى بغينا ندخلو لها، يعني إذا أردنا الدخول إلى رقم واحد ندخل ب S، فهنا الحرارة المطلوبة، الحرارة التي نريد أن نشتغل بها هي 37.7. فنخرج بال S ثم نصعد إلى ال F2. بالنسبة ل F2، إذا دخلنا إلى ال F2 فلا يستلزم من هذا الأمر هذا الشرح هذا. فبالنسبة ل F2 لشرحها كي تفهموها جيدا، هنا إذا كانت الحرارة المطلوبة هي 37.7 فيتوقف السخان مثلا الهيتينج ستوب يتوقف. فإذا نزلت الحرارة تبدأ الحرارة في النزول، إذا توقف السخان تبدأ الحرارة في النزول. فما هي المدة التي تنزل فيها الحرارة لإعادة اشتغال السخان؟ هي ما يوجد في الـ F2. فإذا كان موجود في الـ F2 مثلا 0.3 فستنزل الحرارة إلى 37.4 ثم تعاود الاشتغال حتى تصل 37.7. هذا ما يسمى بالتذبذب الحراري، كي لا إذا مثلا إذا وضعنا 0.1 في الـ F2 ستكون إعادة الاشتغال سريعة. هذا ما سيجعل هذا الجهاز يخرب معك أو يفقد صوابه إن جاز الأمر. فبالنسبة للتذبذب الحراري هذا هو معنى في الـ F2، وكذلك في الـ F3. في الـ F3 أيها الإخوان هو ما يخص، هذا ما يخص الحرارة. إذا كتبنا هنا H هي يعني الحرارة، أو نكتب هكذا حرارة. ففي الـ F3 إذا وضعنا كذلك 0.3 هنا هذا يخص التبريد، يعني هذا يخص التبريد أو لجعل مروحة التفريغ الحرارة الزائدة تشتغل بعد أن تتجاوز الحرارة المطلوبة، أي هي 37.7 تتجاوز ب 0.3، أي أنه إذا وصلت الحرارة إلى 37.3 هي 38، فستشتغل مروحة التفريغ الحرارة الزائدة هنا. ستشتغل مروحة التفريغ الحرارة الزائدة
إن شاء الله يكون هذا الكلام واضح بالنسبة للإف 2 والإف 3. نكمل إن شاء الله، ندخل لبرمجة هذا الجهاز في الإف 1، ندخل نجعل 37.7، نذهب إلى الإف 2 ندخل نجعل 0.3، نخرج نذهب إلى إف 3 نجعل 0.3، نذهب إلى الإف 4. الإف 4 أيها الإخوان هي المدة المدة التوقف بين كل اشتغال وآخر. هذا أمر يخص التبريد، فلا أنصحكم بأن تجعلوا أي رقم هنا. فإن كنت تريد أن تشتغل بهذه الترموستات إلى في 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 غرفة تبريد أو في في في, في التحكم في أحد الكمبريسورات، فهذا الأمر يعنيك في أن تجعل بين كل اشتغال وآخر مدة زمنية كي لا يحترق معك الكمبريسور أو غيره. فإن فهذا يعني في مسألة الفقاسات اجعل صفر هنا في الإف 4. أما بالإف 5 هو أيها الإخوان هي في الإف 5 هنا هو تصحيح نسبة الخطأ. إذا كان يعني عندك أي ترمومتر عالي الجودة أو أي ترموستات أخرى يعني عالية الجودة وتحققت أن هذه الترموستات ناقصة أو زائدة، إذا كانت ناقصة نجعل هكذا نضيف الكمية، فإن كانت زائدة ننقص هكذا. وما ينصح به هو الصفر. إذا كنت لا تعرف، لأن لو كانت هذا الجهاز كان جديد فاعلم بأن الحرارة مضبوطة بنسبة عالية فلا تضيف أي شيء هنا في الإف 5. بالنسبة للإف 6 ليس هناك إف 6 وإنما هناك سي إف. هنا أيها الإخوان للاشتغال بالسيليسيوس أو للاشتغال بالفارنهايت، فنحن دائما نجعل السي هنا للاشتغال بالسيليسيوس أي بالحرارة بالدوغري كما يصطلح عليه. هنا أيها الإخوان بالنسبة لهذا الخاصية هي خاصية اختيار الحساس، لأن هذا الجهاز خرج بمجموعة من الحساسات، فيجب عليك أن تقول لهذا الجهاز أي حساس هو عندك هنا للدخول. فهذا الحساس من نوع 5 فتجعل هنا رقم 5، وهناك حساس آخر من نوع 10. فإن كان عندك حساس من نوع 10 يجب عليك أن تجعل هنا رقم 10. بالنسبة للخمسة وعشرة هذا أمر ليس في الطول أو كذا، وإنما قياس يعني الريزيستانس أو قياس المقاومة الخاصة بهذا الحساس. فهذا الحساس من نوع 5، انظروا معي هو أسود، كله أسود وهو ذو جودة عالية. هناك يعني حساس من ذو جودة يعني أقل جودة هو حساس ذو الرأس يعني الحديدي، فهذا ما ينصح به هو هذا الحساس ذو الرأس الأسود. هذا الأمر كل ما يخص الإخوان هنا، كل ما يخص برمجة هذا المتحكم. عودة يعني بالنسبة أيها الإخوان اللي من يريد برمجة جعل هذا الحساس يشتغل معه في الفقاسة، انظروا معي هنا. سوف أساعدكم إن شاء الله برسم تخطيطي بإحدى يعني بالصورة، أين تجعل هنا في الرقم 4 و5 أحد طرفي السخان، أحد طرفي ليس السخان كله، يعني لا تأتي بالسلكي السخان وتضعهم هنا في 4 و5 هذا لا يعمل، وإنما أحد طرفي السلك يدخل من هنا ويخرج من هنا ثم يذهب
إلى الكهرباء. إن شاء الله يكون الكلام واضح. أو كذلك بالنسبة لمروحة التبريد أو مروحة تفريغ الحرارة الزائدة، هنا في الرقم واحد ورقم اثنان أحد طرفي المروحة يدخل من رقم واحد ثم يخرج من رقم اثنان ويذهب إلى الكهرباء. إن شاء الله يكون فيديو أو لا يكون هذا يعني هذا الفيديو فيه شرح وافي لهذا المتحكم. هذا المتحكم انظروا معي هنا بصورة أوضح، هنا معنا لإطفاء هذا المتحكم نضغط مطولا على هو انطفى، لا هنا على هذا المنطقة هذه الأولى، وهنا الضغط على الست يعني مختصرة بأس، وكذلك هنا للنزول، هنا هنا للصعود. نعود نشغل هذا الجهاز، نضغط مطولا هنا اشتغل. هذه هي الحرارة الموجودة الآن 22. فقط لبعض الأمور، إذا أردت أن تعرف ما هي الحرارة المبرمجة على هذا الجهاز يمكنك ضغطة خفيفة على هذا فهي 37.7، وإذا أردت أن تعرف ما هي إذا أردت أن تعرف أي تذبذب حراري بالنسبة للسخان هو هذا هو 0.4، لا هذا التذبذب الحراري بالنسبة لمروحة تفريغ الحرارة الزائدة. وهنا يمكنك ضغطة خفيفة على هذا السهم الأعلى فتظهر معك درجة التذبذب بالنسبة للسخان. كذلك هناك يعني ثلاث بولات، هناك بولة خاصة بالضغط على أي زر تشتغل معك هاد اللمبة الصغيرة يعني في الأعلى. وأما بخصوص هاد اللمبة المقابلة إلى الهيتينج فهي تدل على أن أي النقطة 4 مع النقطة 5 مفعلة، أما اللمبة في الوسط فهي تشتغل عند اشتغال المروحة أو عند تلاقي النقطتان رقم 1 ورقم 2. إن شاء الله هذا الفيديو يكون شرح وافي لكم، سوف أرافقه برسم تخطيطي لتركيب الأجهزة معها. ونسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الفيديو إخواننا، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.